عشنا الأجواء في أبيجان من خلال هذه اللقطات الخاصة والحصرية عبر شاشة قناة الأهلي من برنامج الترند. طب تعالوا نطير على الكوت ديفوار ونروح على طول إلى أبيجان مع معالي السفير شريف سيف، سفير مصر في الكوت ديفوار. معالي السفير، مساء الفل على حضرتك. اهلا 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 وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي ليك، وباذن الله ان شاء الله تكون يعني بطوله موفقه للاشقاء والافارقه في الكوت ديفوار. لكن عايزين نطمن مع حضرتك بالتاكيد على استقبال منتخبنا النهارده اللي هيوصل اعتقد في حوالي الساعه 11 مساء بتوقيت القاهره، التاسعه مساء بتوقيت الكوت ديفوار. الاستقبال التحضير لمنتخبنا في الكوت ديفوار واخر الترتيبات ان شاء الله بالنسبه لاستقبال الكوت ديفوار كاس الامم الافريقيه. تمام. هو الاستقبال النهارده ان شاء الله بتوقيت كوت ديفوار حوالي 8:30 متوقع ان شاء الله وصول الطياره، وان شاء الله هكون في شرف استقبال المنتخب باذن الله وجانب من اعضاء السفاره. هيتواجد ايضا باذن الله معانا يعني نائب رئيس اللجنه المنظمه للبطوله اللي انا التقيته قبل كده، وزملائي في السفاره برضو كانوا حاضرين هذه اللقاءات، وابلغوني برضو ان هيكون في استقبال من رئيس الاتحاد الاجباري لكره القدم. زي ما قلت حضرتك يا استاذ محمد، احنا تواصلنا الفتره اللي فاتت مع عدد كبير من المسؤولين الاجباريين، مقدمتهم طبعا وزاره الشباب والرياضه الاجباريه واللجنه المنظمه للبطوله، مهتمين بان احنا يعني نحط بعض النقاط في الصوره علشان توفير سبل الراحه كلها للمنتخب يعني ان شاء الله باذن الله. اتكلمنا معاهم النهارده مثلا في موضوع الاستقبال ان شاء الله، ان هو لازم يكون الاستقبال بصوره سريعه ان شاء الله، احنا مش عايزين يعني يبقى فيه تاخير ولا حاجه، فان شاء الله باذن الله الاستقبال يبقى بصوره ميسره، وخصوصا ان هيكون في جانب من اعضاء البروتوكول الاجباري منتظر في المطار اليوم. واتكلمنا ايضا في التحرك من المطار الى فندق الاقامه، وفندق الاقامه الحقيقه يعني في وسط البلد، والمطار يبعد حوالي 30 دقيقه يعني، فطبعا هتكون في تامين للسيارات اللي تنتقل من المطار الى فندق الاقامه، بحيث ان يعني نتفادى بعض التاخير، عارف تبقى في بعض الازمات المروريه وما الى ذلك يعني، خصوصا ان ابيجان عاصمه كبيره وحركه المرور فيها دايما يعني في حركه عاليه قوي في المرور يعني. اكيد. يعني انا ان شاء الله باذن الله هننتقل بعد كده مع الفريق للاوتيل ان شاء الله، واحنا في ترتيب مع مدير الاوتيل ومع المسؤولين هناك برضو ان نسرع العمليه طبعا بعد السفر ان شاء الله، استعدادا بقى للي قادم بعد كده باذن الله، متمنين التوفيق يعني لفريقنا باذن الله، ربنا يسهل ان شاء الله يا رب باذن الله. طب عدد افراد الجاليه المصريه او الحضور الجماهيري اللي ممكن يكون مصاحب لمنتخبنا في ظل وجود كمان جاليات عربيه كتيره موجودين في ابيجان، ويمكن المنتخب العربي الوحيد اللي هيكون موجود في العاصمه الايفواريه ابيجان هو المنتخب المصري، فهل في حضور منتظر لمباراه منتخبنا في الفتره اللي جايه؟ احنا الحقيقه يعني انا كان من اوائل الحاجات اللي عملتها هنا ان التقيت مع اعضاء الجاليه، والحقيقه في اهتمام كبير من الجاليه المصريه بالمشاركه وبتشجيع المنتخب الوطني، واحنا نقلنا الصوره دي للاتحاد المصري لكره القدم برئاسه استاذ جمال علام طبعا، وان شاء الله يكون في تواجد مكثف يعني للحضور جماهيري قوي يعني. يعني في اهتمام كبير كمان من الجاليات العربيه ايضا، اعتقد الجاليات الاخرى كانوا مهتمين وكانوا بيتواصلوا معانا للاستفسار عن موضوع التذاكر وموضوع الدخول وما الى ذلك يعني. اللجنه المنظمه يعني مرتبه الاجراءات بقدر الامكان، حضرتك عارف موضوع التذاكر ده في عبر مواقع للانترنت للبيع، وفي طبعا منافذ برضو موفرين منافذ في اماكن كثيره لشراء التذاكر، وان شاء الله يكون في يعني تواجد مكثف للجمهور المصري باذن الله. طيب الاجواء في الكوت ديفوار حاليا معالي السفير اجواء حاره وبشوف في نفس الوقت امطار، يعني الجو مناسب ولا الجو الجو هيبقى ازاي؟ يعني هو الحقيقه ده يعني الموسم ده يعني في مطره بس مش بكثافه الحقيقه، الجو حر والى حد ما رطب يعني، ولكن كوت ديفوار يعني
مش زي بعض الدول الافريقيه الثانيه اللي هي فوق مستوى البحر. فالحقيقه الموضوع ده ان شاء الله ممكن يعني يكون ايسر شويه من دول ثانيه لعبتنا والمنتخب لعب فيها، كان بيبقى في صعوبه طبعا في التنافس وكده. اكيد. لكن هو الجو رطب بوجه عام يعني. اتمنى ان طبعا معظم المباريات هتكون بتتلعب في فتره مسائيه. بالظبط. فطبعا ده هيسهل شويه من تعود اللاعبين ومن امكانيات يعني ان هم يلعبوا بصوره ميسره مقارنه ببعض الدول الاخرى زي ما قلت لحضرتك فيها، بيبقى في نقص اكسجين، لكن موضوع نقص الاكسجين ده مش موجود هنا يعني. الحمد لله. ان شاء الله باذن الله الامور تبقى سهله يعني. اخر حاجه معالي السفير، مباراه مصر وغانا بتمثل تحدي كبير جدا. غانا على الحدود مع الكوت ديفوار، ومتوقع ان في حضور جماهيري كبير جدا لغانا لمسانده منتخبها في البطوله. نقدر في مباراتنا مع غانا تحديدا يعني نقرب شويه من المسافه في الحضور الجماهيري، ولا يبقى الامر صعب شويه؟ هو الحقيقه حضرتك يعني حطيت نقطه مهمه، لان طبعا هم يمكن على 3 أو 4 ساعات بيكونوا موجودين هنا. بالظبط. طبعا دي هتسهل لهم شويه يعني. احنا من جانبنا ممكن ندعو بعض المشجعين المصريين الموجودين في مدن ثانيه للتواجد، ولكن هو في يعني حتى احنا ملاحظين دلوقتي ان في المدينه في الى حد ما تواجد كبير من سيارات غانيه يعني. صحيح. خصوصا يعني في خطوط طيران مباشره والطريق البري اسهل، فهم يعني متفاهمين احنا ان هو الماتش اكنه بيتلعب في اقرا او كوماسي يعني، واحنا ان شاء الله باذن الله قادرين على ان احنا نتفوق عليهم باذن الله. معالي السفير شريف سيف سفير مصر في الكوت ديفوار، بشكرك شكرا جزيلا، واحنا واثقين يعني بشكل كبير جدا ان السفاره المصريه كعاده كل السفارات المصريه في الدول الافريقيه تحديدا بتبذل مجهودات مضنيه لمسانده المنتخب او كل المنتخبات الوطنيه وكل الانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه. نتمنى التوفيق يا رب للسفاره المصريه وايضا لمنتخبنا الوطني، ويكون في مسانده طوال فتره البطوله باذن الله.